قال الله في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية، إلى أن يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن أو من زينتهن. الكلام حول إشكالية تطرح عند الفتيات تحديدا، وهي عند بعض الرجال قليلا، بل عند بعض المتدينين أيضا، وهي أن الحجاب كواجب شرعي نؤمن به لم يذكر في القرآن نصا صريحا في ذلك. يعني ما جاءتنا آية في القرآن تقول أن الحجاب واجب، مثل ما كانت الصلاة: صلوا صوموا حجوا، ما في آية تقول أن الحجاب واجب. هذه إشكالية موجودة عند البعض كما تقدم. نجيب على هذه الإشكالية بجوابين. الجواب الأول عبارة عن سؤال أو طرح إشكالية مثلها من القرآن أيضا، أن هل في القرآن وردت آية صريحة بأن صلاة الصبح عبارة عن ركعتين؟ أحد يجاوب؟ في القرآن كله، يعني على بناء على نظريتهم هذين يقولون نحن قرآنيون فقط وعلينا شرف السنة فقط القرآن. أعطونا آية كل أننا صلاة الصبح ركعتين، ما في القرآن هاي 30 جزء اللي عندنا ما فيهم آية تقول أن صلاة الصبح ركعتين، ولا صلاة الظهر أربع أو صلاة المغرب ثلاث. هذا كجواب يطرح عليهم أو سؤال يطرح عليهم لكي يتنبهوا قليلا وعدم الأخذ في آرائهم وأهوائهم المنحرفة وتطبيقها على القرآن، فتسود الأمة الفساد المستشري كما تعلمون وترون الآن. هذا الجواب. الجواب الثاني هو جواب التفصيلي. في الآية المباركة التي صدرنا بها الكلام قول الباري جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فسرت ما ظهر منها كلمة ما ظهر منها صفحة الوجه والكفين فقط، هذا اللي يجوز كشف عند النساء، وهذا اللي تعلمنا وتعلموه بناتنا في التكليف وتعلموه المؤمنات خواتنا وامهاتنا ماشيين على هذا الدار. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب، يمكن بعض الاخوان يعرفون الجيب شنو الجيب، هذه الفتحه اللي تصير اللي يطلع منها العنق، هذا الجيب، والخمار اللي يوضع على الراس. يضربن يعني يغطون هاي الفتحه اللي تصير، ومثل بعض الدول العربية المسلمة تقول هي محجبة بس مغطية الشعر، الأذنين خارج والرقبة مفتوحة، تقول هي محجبة بس هذا مو حجاب شرعي، هذه مغطية شعرها بس، وهذا ما ينطبق عليه الحجاب الشرعي. في نص الآية: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. هذه عنوان الزينة، عنوان عام، كل شيء يطلق عليه زينة عند البنت أو المرأة
يجب ستره، ولا يبدين يعني لا يقرعون هذه الزينة، لازم يغطونها إلا لبعولتهن أو أبائهن المذكورين الاثني عشر في هذه الآية، إلى أن يصل الكلام ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. في السابق في زمن النبي صلى الله عليه وآله بذكر الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد، في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانت النساء تلبس الخلخال. الخلخال عبارة عن سورة نفس اللي حين يلبسونها النساء، سورة في المعصم، في سورة بعد يلبسونها فوق القدم أسفل الساق، هذه عندهم زينة، وما شاء الله من الزينة بالنسبة إليهم في زمنهم. والحين عندنا ناس في مجتمعنا في قرآننا، أعرف إحدى النساء تقول يجي عند الروضة بس يطالع أقدام النساء اللي تركب السيارة واللي تنزل من السيارة، بس يطالع أقدام النساء، هذه مصيبة عندنا في المجتمع. فهذا عمل الزينة، يستانس يستمتع بالنظر إلى أقدام النساء. عموما هذا الخلخال في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان يمثل زينة بارزة في ذلك العصر، وفي من جانب آخر مثيرة أيضا بالنسبة إلى الرجال. الرجال فهمها عبارة من الصغار ما يدرون شكوها. عموما وليضربن ولا يضربن بأرجلهن، يعني لا يضربون بالقاع، ليعلن ما يخفين من زينتهن. لا تحركون أرجلكم بحيث أن الرجال يشوفون هاي الزينة اللي في القدم، والقدم عادة تحت تكون موضع الرمان وغيرها أو صارخ، هذا هين يقولون عنها حرام. الآية تقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا هذا المقدار حرام أطلع من هذه الآية بروح لآية ثانية. الآية الثانية برد جهنم حبيب ضيعتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يعني عندنا في الفقه في الأصول يقولون ولا تقل لهما أف يعني حرمة، يحرم عليك قول أف ولا تنهرهما. الآية تقول ولا تقل لهما أف، بس ما قالت لا تضربهما، بناء على أصحاب الفكرة اللي يقولون إن الحجاب مذكور في القرآن نصاً، المفروض يعني عادي مذكور لأنه مو مذكور في الآية، هذا لا، بناء على كلامهم يعني الآية ما قالت لا تضربهم يعني عادي مذكور. هل يوافق هالكلمة؟ ما يصير. ليش ما يصير؟ يقولون العلماء بالفحوى، عباراتنا احنا من باب الأولوية، إذا هذه كلمة أوف من حرفين حرام تقولها، اللي أكبر منها وش حكمها؟ بعد حرام. إذا هذه أقل القليل أوف حرام، يعني الضرب حرام والشتيمة حرام والإيذاء، هذا كله أنواع الإيذاء والعقوق كلها تكون حرام لأن أقلها كانت حرام.
هي الباب الاول. نرجع للآية، اذا كان الخرقان في القدم او فوق القدم تسخر الساق يحرمك الشروط، ولا يبنين زينتهن ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، اذا كان هذا المقدار حرام من باب اولى هاي الدقل اللي تطلعها البنات بعد حرام، ما تعتبر زينه ولا لو شعرتين بس تبي اسمح لي تبي تدلع تطلع لها شويه دقلك هذه حرام 100% حرام، واللي قاعد يستعملون حجاب هذه حرام فاصل طبعا عندنا احنا عاصر هذا متكشفه ما يجوز عندنا هذا حرام. هذا الكلام اختمه بقول عبارة عن حديث روي في كتاب الاحتجاج للطبرسي، روى عبد الله بن الحسن وابن الحسن بإسناده عن آبائه عليهم السلام أنه لما أجمع أبو بكر، طبعا راح أذكر النص كما هو، أجمع أبو بكر أي أحكم البيه وعزمه على منع فاطمة عليه السلام فدكا، أراد أن يمنع فاطمة سلام الله عليها من فدك وبلغها ذلك، لافت سلام الله عليها لافت خمارها على رأسها أي عصبته وجمعته، يقال لاث العمامة على رأسه يلوثها لوثا أي شدها وربطها، يعني مثل إليكم خط الخمار وربطت عدل، والخمار عند النساء النساء الكبار يسمونه المقنعة، المقنعة لأن الرأس يخمر بها أي يغطى، وكل شيء غطيته فقد خمرته، وجمع الخمار خمر ككتاب وكتب، قال تعالى وليضربن بخمرهن، شدوها. واشتملت بجلبابها في قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، الجلابيب جمع جلباب وهو ثوب واسع أوسع من الخمار دون الرداء أقل من الرداء، تلويه المرأة على رأسها ويبقى منه ما ترسله على صدرها، غطت الجيب ولا غطى لأنه وصل إلى الصدر معناته غطت الجيب، وقيل الجلباب الملحفة وكل ما وكلما يستتر به من كساء أو غيره، وأقبلت في لمة من حفدتها، أقبلت باللمة أو اللمة هي الجماعة من غير حصر في عدد من دون حصر العدد، وقيل بين الثلاثة والعشرة، والحفدة جمع حافد مو الأحفاد، الأحفاد غير والحفدة غير، هم الأعوان والخدم، وقيل الأخان وقيل الأصهار، والمحفوظ والمخدوم. وقال ابن الأثير في نهاية في حديث فاطمة عليه السلام أنها خرجت في لمة من نسائها تتوقع ذيولها أو ذيلها إلى أبي بكر فعاقبته، خلنا من هذا الكلام نوصل أو نواصل في الرواية، ونساء قومها تطأ ذيولها،
فقبلوا لها أي كانت أثوابها. هذا كله عشان نبين الحجاب اللي هذين يقولون عنه هو واجب. تطأوا لها كانت أثوابها طويلة كما هو المتعارف لنساء العرب. تستر قدميها وتضع عليها قدميها عند المشي. شلون يعني؟ يعني لباسها وثوبها طويل قدام وتدوس عليه، يعني اللي من قدام يطالع مشكل هذه المرأة ما يشوف قدميها ولا يشوف حتى نعلها أجلكم الله، لأن كانت تدوس عليه. تطأ ذيولها بل تتعرج، بعبارتنا إن واحد يدوس على ثوب يعني تعرج، هي كانت تتعرج الصحراء. يقول ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ ما تخرم مشيتها من مشية أو من مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخرم الترك والنقص والعلو، والمشية مشية مشي مشيها كمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه هو بعينه. إلى أن قال حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم، فنيقت دونها ملاءة فجلست. دونها يعني بينها وبين القوم، نيقت علقت أو ضربت، يعني حفة وساطر بينها بين القوم، رجال أجانب مو أصهار مو أنساب مو أعوان مو أولاد مو أخوان خوال أعمام، ما لها علاقة بهم. فجلست، خليل اللباس اللي كان طالع عبد الزهراء، الحجاب شلون كان؟ شلون طويل؟ ولمة من النساء حافين بها، يعني بعباراتنا احنا اللي فيه خير خلي يشوف ظلها، ظلها خلي يشوفها بس، ما حد شافها، وراح تهاجم القوم أو تدافع القوم. وبعد لما أرادت أن تتكلم نيقت الملاءة فجلست بعد، قعدت يعني ما تبين لا طولها لا شخصها لا ظلها ولا بين منها شيء. بعدين يقول ثم أن ثم عشاش القوم بالنفاق، هذا موضوع آخر. هذا الكلام يحتاج يوصل إلى الجميع خصوصا النساء، وهو بحث مهم فقهي في نفس الوقت عقائدي يرتبط في محاججة القوم. إلى هنا أصل إلى نهاية الكلام.